إذا متابعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. كيف ما كتشوفوا في وقت متأخر من الليل، وحنا مع ساكنة حي المرابط الشرقية. كما كتشوفوا هذا شارع كان شارع عادي، لكن بحكم التساقطات المطرية كاين واد الحر اللي في المنطقة، هاد واد الحر هذا اللي تفرقع عليهم، بعد ما تفرقع داز لهاد الطريق هادي. كيف ما قلت متابعينا الاوفياء، الساكنه طبعا تفجر عليهم هذا الحر والروائح كارهه، طبعا كروائح لا تصدق. احنا دائما ماشي كنفرشوا شي واحد ولا شي جهه معينه، ولا كنحرضوا جهه معينه على جهه معينه، وانما فقط كنبغيو نوصلوا الصوت للجهه المعينه باش يديروا خدمتهم ويتكلفوا الحاجه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كنتم لاباس بخير؟ لا كنطلبوا منكم والو وليدي، نطلبوا منكم جوج عملنا القادوس وشوفوا الحالة فاش حنايا، راه وليداتنا تعذبوا وحنا معذبين العيال صغارين، الله يرحم الوالدين، تعملوا لنا شي حل. هذا المشكل كان عندكم من قبل؟ دابا هادي عام من الصيف هو هيدا، كيف كتشوفوا هيدا داها باقي دابا من الصيف، ما عمر ما هذيك الدبان والناموس والعوام المساكن تعذبوا تمحنا. هاد واد الحر هذا في الصيفيه كان عادي، ولكن في الشتاء زاد طرطق. في الصيف، في الصيف كيف كتشوف دابا؟ كتشوف في الصيف الدبان ما كيبقى فينا، الدبان ما كيبقى فينا، ناموس العوام ستريم ساكن حاشاك والله، الا كيخرجوا العويلين ساكن كيعمروا الطاس يشربوا، الله يرحم الوالدين، زعما شوفوا لنا شي حاجه، والله الا كيشربوا من هنا العوام صغارين، العوام صغارين، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا شي حاله ديالنا، الله يرحم لكم الوالدين. ما فوقاش انتم كتعانيوا من هذا المشكل هذا؟ هذا المشكل هذا يوميا كنعاني منه، الصيف الشتاء المهم كل وقت، يعني هذا المشكل هذا يوميا، ودرنا الشكايات. باش نقربوا الناس من المشكل، شنو هو المشكل بالضبط؟ حنا المشكل اللي باغيين بالضبط هو الشارع هذا، بغينا يتعدل. لاش هو هذا الشارع خاسر؟ هذا الشارع خاسر النهار اللي جا سيدنا باش يدشن التي جي في، يعني جاو صحاب باش يصلحوا الواجهه اللي باينه، واللي الشوارع الداخليه خلاوها هكذا، فهمت؟ واخا هاد واد الحر، انتم عندكم مشكل مع واد الحر؟ عندنا مشكل مع واد الحر، وعندنا مشكل مع هاد الشارع هذا، هو خصو يتصلح، لان راه انت كتشوف كلشي بعينك، يعني احنا ما عايشينش يعني في طنجه، احنا انتم المعاناه ديالكم كتزيد اكثر مع التساقطات المطريه. بزاف، احنا ما عايشينش في طنجه، كنعاود هاد الهضره وكنقولوا احنا ما عايشينش في طنجه، عايشين بحال شي باديه مثلا، هذه راه الحومه المرابط الشرقيه. يعني شي شكايات بزاف النهار بزاف، يعني عين ما نقدموا في الشكايات، قدمنا في الشكايات الاولى والثانيه والثالثه، كيقول لك حقا راه الميزانيه ما كايناش، هي راه الميزانيه راه خرجات وطبوا فيها. واه قلت لي من قبل انه جاو بداو في شي اصلاح، ولكن ما كملوش فيها. ما كملوش، علاش؟ لان ملي قلنا لهم عيطنا لهم باش يجيو يصلحوا هذا الشارع هذا، بداو الخدمه، قال لك خصكم تجمعوا لنا، يعني بغاو الرشوه باش يكملوا هذا الشارع هذا. ملي ما بغيناش حنا نعطيهم الرشوه، هادشي ديال الرشوه يعني انت كتقولوا متاكد منه؟ متاكدين منه، دابا هادي راه كنتحمل المسؤوليه وقدام اي واحد، علاش حنا ما كنخافوش؟ واه شنو الرساله اللي عسكر توجه لهم لهاد المسؤولين؟ حنا كنتوجهوا لهاد المسؤولين هادو، هما يشوفوا من حل هاد الصبيان اللي كاينين هنايا، ويجي بيدو ويتاكد ويشوف الشارع، هاد الشارع هذاك فيه عايشين حنا؟ الا كان هو عايش في يعني عايش يعني الطونوبر كتباركي حدا الباب، وعايش في النقاوه الصباط كيخرج به حاجه كيخرج به نقي ويدخل به نقي، حنا راه كندخلوا بالبولينات ونخرجوا بالبولينات، الا بغينا نسلكوا الشوارع باش ندوزوا على رجلينا ونمشيو نقيو ونجيو نقيو. حنا كنطلبوا من هاد الناس هادو هما يشوفوا من هاد الحلال، يعني انت شتي به يعني ها هو دابا مثلا هاد الصبي هذا مثلا هذا لا مبينوش الدراري مبينوش الدراري من عيبان وجهنا، يعني هاد الصبي هذا مثلا عندو العكاكز، واش يمكن له يقطع في هذا الواد هذا؟ قرب عندي، انتم هذا الشارع عرفتوا كان شارع اليوم ولا واد؟ انا شلف لكم هذا سيدي، راه حنا مضرورين بزاف، سمعتيني؟ حنا مضرورين بزاف، وليداتنا هنا ما كيقدروش يخرجوا هنايا في هذه، خصنا كنطلبوا المسؤولين يصلحوا لنا هذا الشارع هذا. شنو المشكل الاخر اللي عندكم غير الماء؟ عندكم حتى مشكل الاناره؟ المشكل خصنا يتصلح ضروري هذا الشارع هذا. خصنا يتصلح ويشوف لنا الحل هاد الواد الحر هذا. بارك الله عليك، شكرا بزاف، الله يبارك.
السلام عليكم، شكرا على الإطلالة ديالكم، وصراحة هذا ميساج غيوصل جميع المناظر المعنية إن شاء الله. وحنا كجميع الساكنة اللي ديال هذا الحي صراحة كنعانيو بزاف، وكثر شي الأيام ديال أيام ديال الشتا كما كتشوف الحالة الحالية دابا. يعني تقدمنا في الأولى بمطالب باش يعدلوا لنا الشارع وكذلك الواد الحار، لحد الان باقي ما شفنا شي حاجه ولا شي تقدم عند المسؤولين الصراحه. وشكرا جزيلا لكم. حتى دابا حنا المشكله ماشي كنطلبوا الفلوس اولا كنطلبوا شي حاجه اولا، حنا يعني بغينا غير يجي، واخا حنا نتساعدوا معاه ما عندناش مشكل، حنا نزيدوا نتساعدوا معاهم، ما عندهمش السيمه نشريوها لهم، ما عندهمش المهم حنا نزيدوا نتعاونوا معاهم، وخا هما يوصلونا بعدا كيديروا لنا الواد، لان دايرين واد الحر دايرين طوبو صغير والسكينه كبرت، يعني داك الطوبو صغير يعني ما كيتكفيش لديك البشريه، كاين طوبو واحد كافي للحومه كامله. يعني كنشكركم بزاف. اطلقنا الاضاءه باش نشوفوا المتابعين الاوفياء كيف ما سمعتوا في هذه الصرخه ديال الساكنه، الناس كتعاني بزاف والمطالب ديالهم هي مطالب صغيره، غير يصلحوا لهم هذا الحي هذا وايضا تكون فيه الاناره. بقاو معنا باش نشوفوا المشاهد عن قرب. كما كتشوفوا متابعينا هذا كان شارع عادي، ولكن اليوم في حالة كارثية كما كتشوفوا أمامكم.